بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل بدنا نكمل في الأوتونوميك نيرفوس سيستم. بداية نيجي على البارا سيمباتيك والسيمباتيك اللي بيأثروا على اللانج. الآن إحنا قلنا السيمباتيك بيعمل دايليشن في اللانج عشان تاخد نفس أكبر، بيعمل دايليشن في اللانج. أما البارا سيمباتيك بيعمل كونستريكشن and increase secretion. فانتوا عارفين انه البارا سيمباتيك بيعمل برونكو اسبازم او برونكو كونستريكشن في اللانج. فالبارا سيمباتيك يا اخوانا، لما انت تحقن واحد بارا سيمباتيك ممكن يموت بسبب الكونستريكشن اللي راح يروح على اللانج، فمش راح يقدر ياخد نفس. تمام. الادرينال ميضلة، طبعا الادرينال ميضلة ما بيجيها بارا سيمباتيك بس بيجيها سيمباتيك، والسيمباتيك لما يجي للادرينال ميضلة بيحفز الادرينال ميضلة تفرز الابنفرين والنور ابنفرين، لكن بتفرز بشكل اكتر بكتير بكتير الابنفرين وبتفرزه على البلد. طبعا وفي الكدني نفس القصة، في الكدني يلي بتحكم في الكدني زي ما قلنا السيمباتيك، يلي بتحكم في الكدني زي ما قلنا السيمباتيك. طبعا السيمباتيك بيحفز الكدني تفرز الرنين اذا كان السيمباتيك حفز البيتا واحد. طبعا اما اذا كان حفز الالفا واحد هنا بيقول لي ديكريز. يا اخوانا حناخدها لبعدين باذن الله عز وجل. حتى احنا قلنا الدوبامين برضو بيلعب دور في قصة الرينال فيزل، ما علينا كتير. المهم السيمباتيك هو اللي راح يأثر على الرينال بشكل كبير، خاصة في سكريشن تبع الرينين حناخدها لقدام بإذن الله عز وجل. أما يا إخواننا في البلادر، الآن يا إخواننا إحنا قلنا البارا سيمباتيك، يعني أو خلينا في السيمباتيك. السيمباتيك لما محمد علي كلاي كان يشتغل عنده سيمباتيك ويعمل مصارعة فايت اند فلايت، محمد علي كلاي اكيد يا اخواننا ما كان يجي عباله يروح يعمل يورينيشن. تمام. وبالتالي السيمباتيك راح يعمل انهيبيشن لليورينيشن. كيف راح يعمل انهيبيشن لليورينيشن؟ بيعمل كونتراكشن في السفنكتر وبيعمل ريلاكسيشن في المصل. فيا اخواننا لو كانت هيك البلادر، فهو بيعمل كونتراكشن في السفنكتر، بيسكر في السفنكتر تبع اليوريناري بلادر وبيعمل ريلاكسيشن في المصل، ريلاكسيشن في المصل. اما البارا سيمباتيك في الريست اند دايجست، البارا سيمباتيك اكيد الواحد يا اخواننا ممكن يروح يعمل يورينيشن. يعني مثلا نشبه لكم اياها، لما انت تكون في امتحان، يعني لما انت تكون في ستريس، مين اللي راح يتحفز؟ السيمباتيك، وبالتالي مش راح تعمل يورينيشن. لكن لما انت خلص تخلص من الامتحان ويروح الستريس، مين اللي راح يتحفز؟ البارا سيمباتيك، راح يعمل كونتراكشن لا المصل اللي موجوده في البلادر، بسميها ديتروزر مصل. اذا البارا سيمباتيك راح يعمل كونتراكشن للديتروزر مصل وريلاكسيشن للسفنكتر. فلو كان البلادر كده، البارا سيمباتيك راح يفتح السفنكتر، شايفين، وراح يعمل كونتراكشن في الديتروزر مصل، راح يعمل كونتراكشن في الديتروزر مصل. تمام. طيب الان في الجينيتاليا تبعت الميل يا اخوانا، البارا سيمباتيك مش هو بيعمل دايليشن؟ اذا البارا سيمباتيك بيحفز الاريكشن، البارا سيمباتيك بيحفز الاريكشن
لأنه بيعمل دايليشن عند الميل. أما السمباتاتيك بيحفز الإيجاكيوليشن، بيحفز الإيجاكيوليشن. طيب الآن في الهارت، حناخدها الهارت لكمان شوي ما علينا. الآن السلايفا أو السليفري جلاند، الآن السمباتاتيك بيكون السكريشن فيسكاس وثيك لكنه قليل في السمباتاتيك، تمام؟ يعني محمد علي كلاي، هل اللعاب تبعه بيكون كتير؟ لا، اللعاب بيكون قليل لكنه بيكون فيسكاس وثيك. أما في البارا سمباتاتيك يا أخوانا، لما أنت تشوف الأكل، تمام؟ لما أنت تشوف الأكل، يعني أنت في البارا سمباتاتيك يا أخوانا، الأكل الدايجيش الدايجيشن الأكل الريست، كله هذا بارا سمباتاتيك. فلما أنت تشوف الأكل، اللعاب تبعك بيصير ينزل، صح؟ تمام؟ فبيصير يا أخوانا كوبياس. إيش يعني كوبياس؟ يعني بيصير غزير لكنه إيش؟ thin أو water secretion. فاللعاب بيكون thin لكنه غزير، تمام؟ الجاسترو انتستينال سيستم، الآن البارا سيمباتيك بيحفز الدايجيشن، فبيخلي بيعمل كونتراكشن، بيعمل انكريز مصل موتاليتي، يعني بيحفز الموتاليتي تبعت الجي اي، عشان يعمل كونتراكشن للجي اي ويعمل يعني يحفز حركة الامعاء، وبالنهاية يعمل الشخص ديفيكيشن، يعمل الشخص ديفيكيشن. اما السمباتيك بيقلل حركة ديكريز مصل موتاليتي في الجي اي، وبيزود يا اخواننا التون في السفنكتر. مش منطق يا اخواننا انا اقدم امتحان وبعديها اروح على الحمام عشان اعمل ديفيكيشن. انا لما في السمباتاتيك بقدم امتحان، السمباتاتيك بزود التون على السفنكتر عشان ما تعمل ديفيكيشن، تمام؟ زي ما انتم عارفين في البلاد فيزل يا اخواننا، السمباتاتيك بيعمل فازو كونستريكشن. البارا سمباتاتيك ما بيشتغل على البلاد فيزل. ليش؟ ما في انا عندي نيرف للبارا سمباتاتيك في البلاد فيزل، لكن ممكن النيكوتين يعمل فازو دايليشن. اذا لو قال لي البارا سمباتاتيك كيف بيشتغل على البلاد فيزل، بدك تقول لي البلاد فيزل ما إلها نيرف بارا سمباتاتيك، البلاد فيزل ما إلها نيرف بارا سمباتاتيك، لكن ممكن النيكوتين يعمل فازو دايليشن عن طريق إنه بيقلل الكالسيوم، بيقلل دخول الكالسيوم، فبيعمل فازو دايليشن للسموث مصل. أما سمباتاتيك بيعمل فازو كونستريكشن. يا أخوانا عشان نفهمها، الفيزل عليها تون بالسمباتاتيك 24 ساعة، تمام؟ فعشان كده بتلاقي البلاد فيزل شاد شوية. فلو زاد السمباتاتيك بيزيد الفازو كونستريكشن، بيزيد الفازو كونستريكشن، ولو قل السمباتاتيك بيقل الفازو كونستريكشن، فكأنه فازو دايليشن، كأنه فازو دايليشن. فاللي بتحكم في البلاد فيزل بشكل قوي السمباتاتيك، مش البارا سمباتاتيك، اللي بتحكم في البلاد فيزل بشكل قوي السمباتاتيك. فلما انا يزيد عندي السمباتاتيك بيزيد عندي الفازو كونستريكشن، ولما يقل السمباتاتيك بيقل عندي الفازو كونستريكشن، تمام؟ تاثير السمباتاتيك على الجينيتاليا عند الفيميل او السكيليتال مصل هناخدها لبعدين باذن الله عز وجل. الان يا اخواننا المحترمين، انا البارا سمباتاتيك والسمباتاتيك اللي بتاثر على الهارت، بدايه في يعني هاي مثلا القلب، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الاذين وهذا البطين، تمام؟ وهذه يا اخواننا نعتبر الاس اي نود، نعتبر ايش؟ الاس اي نود. الان لما يجي بارا سمباتاتيك، بيجي بارا سمباتاتيك على الاس اي نود، تمام؟
الباراسمباتيتك بيروح على الاس اي نود وبيعمل انهيبيشن للاس اي نود، لكن السمباتيتك بيروح على الاس اي نود وبروح على الاتريوم وبروح على الفنتريكل وبيعمل اكتيفيشن للكل، وبيعمل اكتيفيشن للكل. الان لما يتحفز انا عندي يا اخواننا الباراسمباتيتك ايش راح يسوي؟ راح يعمل اكتيفيشن لما يتحفز انا عندي الباراسمباتيتك، تمام؟ هيني بدي اقيم بس الان زي ما قلنا هي الاس اي نود، تمام؟ الان وهي الباراسمباتيتك، فلما يتحفز يا اخواننا المحترمين الباراسمباتيتك راح يقلل الاس اي نود، فراح يقل الهارت ريت، راح يقل الاس اي نود فراح يقل الهارت ريت يا اخواننا. ما هو يا اخواننا مين اللي بيعمل البامب وبيعطي اشارات للقلب؟ الاس اي نود مش هي بتعطي اشارات، مش الاس اي نود هي اللي بتعطي اشارات للقلب، تمام؟ فلما انت تقلل الاس اي نود فانت كانك بتقلل الهارت ريت، تمام؟ تمام يا اخواننا، عمليه نقصان الهارت ريت بسميها ريديوست في الكرونوتروبيك، في الكرونوتروبيك. فالكرونوتروبيك هو بيمثل الهارت ريت، ريديوس في الهارت ريت يعني ريديوس في الكرونوتروبيك. طيب الان لما انت تقلل الهارت ريت عن طريق انه انت قللت الاس اي نود، وايضا لما انت تقلل الاس اي نود برضو الباراسمباتيتك بتحكم ايضا في الاي في نود، الباراسمباتيتك ايضا بتحكم في الاي في نود. مش انا الاشاره من الاس اي نود راح تروح على الاي في نود، يعني نعتبر هذه الاي في نود، يعني انا يا اخواننا انا هاي اعتبر هذه الاس اي نود وهذه الاي في نود، فالاشارات من الاس اي نود للاي في نود، صح؟ هتقولوا لي تمام تمام. فانا الباراسمباتيتك موجود على الاس اي نود وموجود على الاي في نود، بحبط الاس اي نود، فاذا حبط الاس اي نود بقلل الهارت ريت. طيب وبحبط الاي في نود، فلما يحبط الاي في نود بيحبط توصيل الإشارة للفنتريكل، بيحبط توصيل الإشارة للفنتريكل، فبيحبط الكوندكشن التوصيل. يا إخوانا عملية تحبيط التوصيل بسميها ريديوست في الدروموتروبيك، فالدروموتروبيك هو التوصيل أو الكوندكشن. فالباراسمباتيتك بيقلل التوصيل، بيقلل الدروموتروبيك لأنه بيقلل الاي في نود، وبيقلل الهارت ريت، بيقلل الكرونوتروبيك لانه بيقلل الاس اي نود. اما السمباتيتك، السمباتيتك بيعطي للاس اي نود وبيعطي للاي في نود وبيعطي ايضا للفنتريكل. لاحظ الباراسمباتيتك ما كان يغذي الفنتريكل، ما كان يعطي للفنتريكل، لكن السمباتيتك بيعطي للفنتريكل. فالسمباتيتك لما بيشتغل بيحفز الاس اي نود فبيزود من الكرونوتروبيك يعني الهارت ريت، بيحفز من الاي في نود فبيزود من الدروموتروبيك يعني الكوندكشن، بيحفز من الكونتراكشن تبعت الفنتريكل فبيزود الكونتراكشن يعني بيزود الاينوتروبيك او الاينوتروبيك، بيزود الاينوتروبيك. هذا مين؟ هذا السمباتيتك. فالسمباتيتك بيلعب في الإينوتروبيك، الباراسمباتيتك ملوش دخل في الإينوتروبيك، الباراسمباتيتك ما بيغذي الفنتريكل، الباراسمباتيتك ما بيغذي الفنتريكل، ملوش دخل على الفنتريكل، ملوش دخل على الكونتراكشن، ملوش دخل على قوة انقباض الفنتريكل. أما السمباتيتك بيغذي الفنتريكل، السمباتيتك بيعمل بيزود الكونتراكشن للفنتريكل فبيعمل بيزود الإينوتروبيك للفنتريكل، تمام؟ طيب اللهم صلي على نبينا محمد. أنا يا إخوانا في مرحلة الدايستول الفنتريكل راح يتعبى بالبلاد، فالفنتريكل بضلوا يجيله بلاد، الفنتريكل بضلوا يجيله بلاد، الفنتريكل بضلوا يجيله بلاد،
في نهاية الدايستول نعتبر، ها نعتبر في نهاية الدايستول الفنتركل اتعبى بلاد بهالقد، كل هذا الفنتركل ايش اتعبى ببلاد، كل هذا الفنتركل ايش اتعبى ببلاد، تمام. اذا اند اوف دايستول قديش حجم البلاد اللي اتعبى بالفنتركل؟ طيب في السيستول اكيد يا اخواننا في السيستول الفنتركل راح يضخ البلاد، طبعا هنا في الاورتك وهنا في البلمونري ارتري، فالفنتركل يا اخواننا راح يضخ البلاد ل للبلمونري ارتري وللاورتك، تمام. طيب طب راح يضخ البلاد، تمام. اذا هل قلت يا اخواننا ها نعتبر انه في نهايه الدايستول لما الفنتركل اتعبى بالبلاد كان هالقد حجم الفنتركل بالبلاد، تمام تمام. في نهاية السيستول هل قلتي الفنتريكل ضخ البلاد لوين؟ للجسم. فلو نقول انه الدايستول كان 120، يعني حجم البلاد اللي موجود في الفنتريكل كان 120، فالفنتريكل في السيستول ضخ البلاد على جميع انحاء الجسم، فاكيد راح يقل البلاد اللي موجود في الفنتريكل لانه الفنتريكل ضخه. فلو نقول كان حجم البلاد، لو نقول كان حجم البلاد مثلا 80، كان حجم البلاد 80، اذا في نهايه الدايستول 120، في نهايه السيستول كان 80، قديش القلب ضخ؟ قديش القلب ضخ في النبضه الواحده؟ ضخ يا اخواننا قديش؟ صحيح ضخ 40، ضخ 40 من 40 ملي لتر، لو انا بتعامل بملي لتر 40 ملي لتر ضخ كل نبضة بضخ 40 ملي لتر. كيف؟ قلت لي هو كان من الأصل، يعني نعتبر الفنتريكل عبارة عن خزان اتعبى ب 120 ملي لتر، هذا الخزان خسر بلاد، لما خسر بلاد صار يحتوي على 80 ملي لتر. طب قديش خسر بلاد؟ 40. هذه الأربعين يا أخواننا إيش بسميها؟ الستروك فوليوم. إيش هو الستروك فوليوم؟ قديش القلب بضخ دم في النبضة الواحدة، قديش القلب بضخ دم في النبضة الواحدة، وهو يساوي end of diastole ناقص end of systole، تمام؟ طيب لو بدك تقول قديش القلب بضخ دم في الدقيقة، هذا بسميه يا أخواننا الكارديك أوتبوت. ما هو الكارديك اوتبوت؟ قديش القلب بضخ دم في النبضة الواحدة ضرب عدد النبضات في الدقيقة. فلو كان عدد النبضات 5 بدك تقول قديش بضخ كل نبضة ضرب 5. اذا الكارديك اوتبوت قديش القلب بضخ دم في الدقيقة، قديش القلب بضخ دم في الدقيقة. فالكارديك اوتبوت قديش القلب بضخ دم في الدقيقة؟ بدك تقول عدد النبضات الهارت ريت ضرب الاستروك فوليوم، ضرب الاستروك فوليوم. طيب يا اخواننا ما هو البلد بريشر؟ ما هو تعريف الضغط؟ البلد بريشر بده يساوي الكارديك اوتبوت، ما احنا قلنا الكارديك اوتبوت قديش بضخ في الدقيقة القلب، الكارديك اوتبوت ضرب توتال بيريفيرال ريزيستنت. الآن أنا في عندي آرتري، في عندي فين، في عندي آرتريول، في عندي فينيول، في عندي كابيلاري. اللي بيتحكم في التوتال بيريفيرال ريزيستنت هو الآرتريول، فاللي بيتحكم في البلد بريشر هو الآرتريول. يعني يا إخوانا لو الآرتريول زاد، يا إخوانا زاد الريزيستنت تبعته، نعتبر هذا هو ايش؟ الارتريول. ايش يعني الارتريول؟ التوتال بريفيرال ريزيستنت زادت، يعني قطر الارتريول قل. لما قطر الارتريول يا اخوانا شايفين لما الدياميتر تبع الارتريول قل اكيد الريزيستنت بتزيد، صح؟ الريزيستنت بتزيد. انت معروف يا اخوانا كل ما يكون حجم كل ما يكون يعني الدياميتر اقل كل ما يكون الريزيستنت اعلى. ف
فاللي بيتحكم في البلد بريشر الارتريول. والله لما الارتريول الدياميتر تبعه بيكبر اذا التوتال بريفرال ريزيستنس بتقل، وبالتالي البلد بريشر بيقل. البلد بريشر يعني بتخيل لما يكون الدياميتر هالقد اكيد التوتال بريفرال ريزيستنس قلت، تمام، وبالتالي البلد بريشر بيقل. يا اخواننا لاحظ ان التوتال بريفرال ريزيستنس لا الارتريول تتناسب بشكل عكسي طبعا مع الدياميتر، لكن مع الدياميتر اس 4، شايف ار اس 4، وبالتالي اي اختلاف بسيط في الار التوتال بريفرال ريزيستنس راح تتغير بشكل كبير. مثلا لو الدياميتر زاد للضعف، يعني مثلا كان الدياميتر 2 سنتي، انا بقول مثلا طبعا هو مثلا كان 2 سنتي او 2 ملي، مثلا كان 10 مل، كان الدياميتر 10 مل صار 20 مل، بس زاد للضعف التوتال بريفيرال ريزيستنت بتقل ل 16 ضعف، مش هني عكسي التوتال بريفيرال ريزيستنت والدياميتر عكسي. فلو كان الدياميتر زاد للضعف حتقول لي 2 اس 4 وبده يساوي 16، فالتوتال بريفرال ريزيستنت بتقل ل 16 فاي اختلاف بسيط في الدياميتر راح يؤدي الى اختلاف كبير في التوتال بريفرال ريزيستنت، وبالتالي اختلاف كبير في البلاد بريشر. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش بس عشان تو الجوال علق. الان يا اخواننا المحترمين في حاجه بسميها البارو ريسبتور. هذول البارو ريسبتور عباره عن مجسات موجوده في الكاروتيد ساينسز، في الكاروتيد ساينسز، تمام، بس مش عارف انا مال القلم معلق. موجوده في الكاروتيد ساينسز، موجودة في الأورتيك آرش، موجودة في الفينا كيفا، وموجودة حتى كمان في القلب. تمام، هدول البارو ريسبتور إيش وظيفتهم؟ وظيفتهم يا إخواننا المحترمين لما يلاقوا البلد بريشر عالي ركزوا بالله عليكم ركزوا. تمام البارو ريسبتور إيش وظيفتهم؟ لما يكون أنا عندي البلد بريشر عالي هدول البارو ريسبتور بيصير إلهم اكتيفيشن، وبيروحوا على وين؟ بيروحوا على الكارديو فاسكولار سنتر، يعني اللي موجود في البرين ستيم. يعني في البرين ستيم في منطقة، هذه المنطقة بتتحكم في الكارديو فاسكولار، فسميتها كارديو فاسكولار سنتر الموجودة في البرين ستيم. إذن الكارديو فاسكولار سنتر الموجودة في البرين ستيم بيروح عليها البارو ريسبتور، بيبعت اشارات الها. ايش بيسوي؟ بيقلل، بيعمل انهيبيشن للسمباتيك، وبيعمل اكتيفيشن للبارا سمباتيك. بيعمل انهيبيشن للسمباتيك، فلما يعمل انهيبيشن للسمباتيك بيقلل الكونتراكشن تبع القلب، وبيقلل الدروموتروبيك، وبيقلل الاينوتروبيك، وبيقلل الكرونوتروبيك. ولما يعمل اكتيفيشن للباراسمباتيك بيقلل الكرونوتروبيك وبيقلل الدرومو تروبيك. فلاحظ المحصله انه الكاردياك اوتبوت قل، الان اذا فهمنا الشغل البارو ريسبتور. الان يا اخواننا المحترمين بدنا بس نفهم شغله مهمه جدا جدا جدا. الجسم بيحاول يسوي عكس اللي انت بتعمله. كيف يعني؟ والله لو انا اعطيت دواء، هذا الدواء بيقلل الضغط، الجسم رح يضل يحاول انه يزود الضغط. طيب لو انت اعطيت دواء بيزود الضغط، الجسم بيحاول يقلل الضغط. طيب لو انت اعطيت دواء بيزود اشي معين، الجسم بيحاول يقلل.
يعني مثلا لو انت اعطيت دواء بيزود من تأثير انزيم معين، الجسم بيحاول قدر الاستطاعة انه يقلل تأثير هذا الانزيم، فمثلا بيعمل ديجراديشن للريسبتور. حتى وهذا يا اخواننا السبب في انه في المدمنين على الدخان والنيكوتينيك ريسبتور، انه انت بتعطي للجسم جرعات كبيرة جدا من النيكوتينيك ريسبتور، من النيكوتينيك، فأكيد الأكشن تبع النيكوتينيك راح يزيد، فالجسم بيحاول يقلل الأكشن تبع النيكوتينيك، إنه بيقلل الريسبتور تبع النيكوتينيك، بيقلل الريسبتور تبع النيكوتينيك. يعني يا إخواننا اللي بدنا نطلع المحصلة إنه الجسم بيحاول يعمل عكس اللي أنت بتعمله. طيب الآن يا إخواننا، أنا شخص عنده بلاد براشر عالي، بلاد براشر ايش؟ عالي. فانت اعطيت له حبه دواء تقلل البلاد براشر، هذه الحبه الدواء مثلا تعمل فازو دايليشن، فلما تعمل فازو دايليشن التوتال بريفيرال ريزيستنت راح تقل بشكل كبير، وبالتالي البلاد براشر راح يقل. طيب لما يقل البلاد براشر الجسم ايش بيسوي؟ لاحظ لما يقل البلاد براشر الجسم بيروح على الكدني، بيخلي الكدني تفرز الرنين، الرنين راح يتحول الى انجيوتنسين، وانتو عارفين انه الانجيوتنسين بيعمل فازو كونستريكشن. هاي اول شيء. يعني انت يا دكتور عملت فازو دايليشن صح؟ هقول لك صحيح، لكن الجسم بيخلي الكدني تفرز الانجيوتنسين عشان يصير فازو كونستريكشن. طيب الانجيوتنسين بيحفز من افراز الالدوستيرون، بيحفز من إفراز الألدوستيرون، الألدوستيرون بيحفز من الووتر اند صوديوم ريتينشن، بيحفز من الووتر اند صوديوم ريتينشن، فبصير يرجع دم، بصير يرجع ووتر كتير على البلاد، فبيرفع البلاد برشر. تمام. طيب غير كده أنا بزيد عندي الانتي ديوريتيك هرمون، الانتي ديوريتيك هرمون يعني الهرمون يعني انتي ديوريتيك هرمون برضه بزود البلاد براشر. غير كده انت اعطيت دواء يقلل البلاد براشر صح؟ مين بتحسس؟ البارو ريسبتور. البارو ريسبتور لما يقل البلاد براشر يا حبيبي ايش بيصير؟ لاحظ البارو ريسبتور بيبعت اشارات للكارديو فاسكولار سنتر بيقول له قلل البارا سمباتيك، بيقول له لما انت اسف لا اسف جدا جدا لما انت عملت فازو دايليشن. تمام يا اخوانا، تمام معلش حكيت يا اخوانا، انت اعطيت حبه دواء قللت البلاد براشر صح؟ البارو ريسبتور بتتحسس، بتروح على الكارديو فاسكولار سنتر اللي موجود في البرين ستيم، وبتخليه يقلل من افراز البارا سمباتيك، يقلل من افراز البارا سمباتيك ويحفز من افراز السمباتيك. طيب اذا انا افرزت السمباتيك بشكل كبير ايش راح يصير عندي؟ تاكيكارديا. ما يا اخوانا انت قللت السمباتيك، والسمباتيك اسف انت قللت البارا سمباتيك، والبارا سمباتيك كانت تعمل ابراديكارديا صح؟ او مش ابراديكارديا، يعني كانت تقلل الهارت ريت. لكن انت لما تقلل السمباتيك لما تقلل البارا سمباتيك وتحفز السمباتيك راح يصير عندك تاكي كارديا. يعني انت اعطيت دواء انه يقل البلد براشر، لكن بالنهايه صار انا عندي تاكي كارديا. بدك تكون يعني واعي من هذا الاشي يعني يا اخواننا. طيب نضرب مثال اخر، انت لو اعطيت دواء بيزود البلاد برشر، بيزود البلاد برشر، كيف يعني بيزود البلاد برشر؟ اعمل فازو كونستريكشن على الفيزل، وبالتالي الريدياس بيقل بشكل بسيط، فبيزيد التوتال بريفيرال ريزيستنس. لما يزيد التوتال بريفيرال ريزيستنس بشكل كبير راح يزود البلاد برشر، راح يزود البلاد برشر. طيب انت اعطيت دواء زود البلاد بريشر، بيقول لك الجسم انا بعمل عكس اللي انت بتعمله،
انت زودت البلد بريشر، طب بدي اورجيك انا ايش بدي اسوي. البارو ريسبتور بتحسس، بيروح على الكارديو فاسكولار سنتر على البرين ستيم، بيقول له يا حبيبي انت قلل السمباتيك، قلل السمباتيك، قلل السمباتيك وزود البارا سمباتيك. زود مين؟ البارا سمباتيك. فلما يا اخواننا لما يزيد البارا سمباتيك ايش راح يصير عندي؟ ابرادي كارديا. لما يزيد البارا سمباتيك ايش راح يصير عندي؟ ابرادي كارديا. وبالتالي هذه البارو ريسبتور، هذه البارو ريسبتور بيقول لي لو انت قللت الضغط راح تتحسس البارو ريسبتور على الكارديو فاسكولار سنتر، تبعت اشارات انه انت قللت الضغط، صح؟ انه زود السمباتيك، انت قللت الضغط. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. انت قللت الضغط، لما يقل الضغط يا اخواننا البارو ريسبتور يعني بيبعت اشارات انه زود السمباتيك وقلل البارا سمباتيك. لما انت تزود السمباتيك تكي كارديا، تكي كارديا، تمام؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا يا اخواننا الكلام اللي انا شرحته بفضل الله عز وجل كله، هايو هذا، تمام؟ يعني مش عارف اذا اقراه ولا لا، مش عارف انا مالي القلم تبع الجوال. بقول لي لما يصير تشينج في البلد بريشر مين اللي راح يتحسس ويعمل ديتكشن؟ البارو ريسبتور، تمام؟ البارو ريسبتور راح تبعت اشارات للكارديو فاسكولار سنتر اللي موجود في البرين ستيم اللي بتحكم في البارا سمباتيك والسمباتيك. يعني لما انا يا اخواننا اعمل انكريز في البلد بريشر، انكريز في البلد بريشر، البارو ريسبتور بتبعت اشارات، هذه الاشارات بيقول لي زود البارا سمباتيك وقلل السمباتيك. يا اخوانا لما انت تزود البارا سمباتيك يعني بيصير برادي كارديا، والعكس صحيح. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا انا زاد عندي البلد بريشر، هيو تمام. ايش كانت المحصله؟ براديكارديا، زاد البلد بريشر، البارو ريسبتور اتحسست، زودت البارا سمباتيك، قللت السمباتيك، براديكارديا، والعكس صحيح. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بيقول لي هنا يا اخواننا لو انت اعطيت الشخص دواء، هذا الدواء بيعمل فازو كونستريكشن. ايش يعني يا اخوانا فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن يعني بيقل الراديوس، لما بيقل الراديوس بيزيد التوتال بريفيرال ريزيستنس. لما تزيد التوتال بريفيرال ريزيستنس بتبعت اشارات البارو ريسبتور انه زود البارا سمباتيك واعمل البراديكارديا، فبسمي هذا الاشي براديكارديا ريفلكس، والعكس صحيح، تمام. طيب واحد قال لي طب انا يا اخوانا لو بدي اتخلص من البراديكارديا بشكل ثيوريتيكال، يعني بشكل عملي وليس بشكل بشكل نظري وليس بشكل عملي، ثيوريتيكال بشكل نظري، قال لي انا كيف بقدر اتخلص من البراديكارديا؟ ولا شيء، اعمل بلوكر لمين؟ للجنجليا اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم، اعمل بلوكر للجنجليا. فلما انت تعمل بلوكر للجنجليا انت راح تتخلص من الريفلكس، سواء كان براديكارديا ولا تاكيكارديا، تمام. يعني يا اخوانا لو انت جبت بلوكر وهذا البلوكر عمل هنا، شايفين مثلا عمل هنا ماسكارينيك بلوكر، ماسكارينيك بلوكر، اكيد يا اخوانا الريفلكس تبع البراديكارديا مش راح يحصل. طب لو عمل بيتا واحد بلوكر يعني انتاغونيست للسمباتيك، للسمباتيك، اكيد التاكيكارديا مش راح تشتغل. ولكن يا اخواننا هذا يعني بشكل نظري وليس بشكل عملي على الاطلاق. الان يا اخواننا هنا بيقول لي لما انت تعمل بلوكر مثلا للبارا سمباتيك، اكيد لما انت تعمل بلوكر للبارا سمباتيك البارا سمباتيك كانت تعمل مايوسيز، فلما انت تعمل بلوكر راح يصير انا عندي مايدريسيز، تمام، في الاي.
لما انت تعمل بلوكر للباراسمباتيك، الباراسمباتيك كانت تزود من السكريشن تبعت الساليفري جلاند. فلما انت بتعمل بلوكر للباراسمباتيك راح يصير زيرو ستوميا، يعني السكريشن للساليفري جلاند مش راح تكون موجوده. لما انت تعمل بلوكر للباراسمباتيك، الباراسمباتيك راح كانت تعمل براديكارديا، فلما انت تعمل بلوكر راح يصير تاكي كارديا. الباراسمباتيك كانت تحفز الجي اي يصير يورينيشن ديفيكيشن، فلما انت تعمل بلوكر راح يصير انا عندي يورين ريتينشن، وراح يصير انا عندي كونستيبيشن ايضا. يا اخواننا المحترمين، يا اخواننا مش احنا قلنا الماسكارينك ريسبتور من ام واحد الى ام خمسة؟ هتقولوا لي اه. يا اخواننا اذا كان العدد فردي يعني الماسكارينك بيكون عنيف، يعني راح يصير انا عندي اكتيفيشن. اذا كان العدد زوجي الماسكارينك بيكون بسيط، يعني راح يصير انهيبيشن. يعني ام 2 وام 4 هدول بيعملوا انهيبيشن لانه العدد زوجي 2 و4، ام 1 3 5 هدول بيعملوا اكتيفيشن لانه العدد فردي. فلاحظ ام 2 كان يعمل انهيبيشن فبيقلل السايكليك اي ام بي، ام 1 و3 و5 جي كيو كابلد ريسبتور، وهذا من الجي كيو الاكتيفيشن، يعني بزود الفوسفولايبيز سي. شايف اكتيفيشن قصده اكتيفيشن يعني بزود الاكتيف تبع الانزيم. هنا الانزيم للجي كيو فوسفولايبيز سي، فام واحد وثلاثة وخمسة بيزودوا الفوسفولايبيز سي، وانتو عارفين شغل الفوسفولايبيز سي بيعطيني اينوسيتول تري فاسفيت والداي اسيل جليسرول، وعشان هدول الاينوسيتول تري فاسفيت بيحفز من الكالسيوم، طبعا الاندوبلازميك ريتيكولوم ودخول الكالسيوم لداخل الخلية، يعني بيزود الكالسيوم في البلازما. الإينوسيتول تري فاسفيت بيزود الكالسيوم في البلازما، الإينوسيتول تري فاسفيت بيزود الكالسيوم في البلازما. احنا عارفين زي ما قلته انه الماسكارينيك عبارة عن جي كابلد ريسبتور، الماسكارينيك جي كابلد ريسبتور. والله لو كان الماسكارينيك زوجي جي اي، لو كان الماسكارينيك فردي جي كيو، يعني اكتيفيشن فردي اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي، زوجي انهيبيشن للادينينيل سايكليز. اما لو كان الريسبتور نيكوتين اذا ايون جيتد، اما هذه التشانل بتكون صوديوم واما بتكون كالسيوم، تمام، وليس ما في عندي سكن ماسنجر. يا اخوانا في الايون جيتد دخول وخروج صوديوم او دخول وخروج بوتاسيوم فقط، ما في سكن ماسنجر والقصص هاي، تمام. احنا قلنا الام واحد موجود في البرين، ام اثنين موجود في الهارت، ام ثلاثة موجود في البريفيرالي، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد.